يلا حبيبتي الغدا جاهز. معيسة. ايه يا ماما؟ ايه الموضوع؟ انا ملاحظه ان انت اليومين دول على طول قاعده لوحدك، يا بتسمعي موسيقى يا اما بتقري. وناسيه مامي قوي كده؟ لا يا حبيبتي ابدا والله مفيش حاجه. ميسة انت في حاجه مخبياها عليا؟ انا؟ لا طبعا يا حبيبتي. طب مش احنا اصحاب؟ طبعا. طب ممكن بقى حبيبه قلبي تجهز نفسها كده عشان نتغدى سوا، واوعي تقولي ماليش نفس. لا يا حبيبتي طبعا، بس لو هيثم هيتغدى معانا انا هتغدى معاكم. خلاص يا حبيبه مامي، هيثم هيتغدى معانا. هيثم. هيثم. ايوه يا ماما. يلا حبيبي مش هنتغدى انا وانت وميسة. لا انا مش عايز. يعني ايه مش عايز؟ ماما ارجوكي انا مخنوق مش طايق اتكلم مع حد، بعد اذنك. هيثم. يا هيثم. ايه ده؟ انجي. الو. ايوه انجي ازيك؟ لا 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 لا. طمنيني بس انتي اخبارك ايه؟ لا لا انا مش في مود خالص ان انا اخرج يا انجي. طيب طيب خلاص خلاص ساعة كده وهكون عندك. خلاص يا انجي حاضر يلا باي باي. يلا حبيبة مامي عشان نتغدى. معلش يا مامي حقك عليا سوري انا مش هقدر اتغدى معاكم لان انا انجي كلمتني دلوقتي وعايزاني في موضوع مهم جدا ولازم اروح لها. معلش معلش. ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ هو عصبي وهي مش عايزه تتغدى، مش فاهمه اي حاجه. شريف يا شريف يلا البرنامج بتاع انجي ابتدى يلا بسرعه. حاضر يا حبيبتي كنت بجيب الشاي من المطبخ. سيداتي انساتي سادتي اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مشوار نجاح. بلدنا مليانه بنماذج مشرفه من النجاح. قصص مليانة بالتعب بس في الآخر بتنتهي بنهاية سعيدة كلها أمل. وضيف حلقتنا النهاردة نموذج من النماذج دي. ضيفنا هو الباشمهندس حلمي عبد الموجود. الباشمهندس حلمي راجل مصري من الصعيد، بدأ من الصفر أو يمكن زي ما هو قال لنا كده من تحت الصفر. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم. إحنا عايزين حضرتك بقى تحكي لنا عن قصة كفاحك ونجاحك. مالك؟ أنا من قرى من حضرتك. أنت شكلك تعبانة، في إيه؟ مفيش حاجة. هو الضيف اللي في البرنامج ده اللي اسمه حلمي وبعد كده اتخرجت دفعتك ولا إيه؟ واشتغلت في مكتب هندسي مش عارفة بشبه عليه. طبعا مع الوقت بتشبهي عليه وبإذن الله شغالين. طيب تعالي اقعدي اتفرجي على بنتك. بنتك زي القمر ولا دغيتها تجنن. أنا من قرى الصعيد وجيت من الصعيد خرجت كلية الهندسة وحققت 4 سنين وبعد كده اتخرجت واشتغلت في مكتب هندسي. لا يا حبيبتي ما تزعليش مني، ما نقدرش على زعلك واصل. طب بقول لك ايه، انا هشوفك بكره ان شاء الله وهحكي لك على كل حاجه. ياض ريح نفسك شويه، هم البنات الناس في حالهم. هاي يا حبيبتي. كيفك يا جدي؟ مع السلامة. كيفك يا ولدي؟ ازيك يا جدي؟ كيفك يا دام؟ الحمد لله يا جدي. جرى لك ايه؟ الشغل واخدك منينا ولا ايه؟ بقالنا مدة ما شفناكش. اصله شغله صعب قوي يا جدي. شغله صعب؟ ربنا معاه. تعرف يا جدي اللي زي ادهم ده أحسن حاجة له الجواز، هو اللي هينظم له حياته. أنا أتجوز؟ بقول لك يا عم سيف خليك في حالك ناقش صالح بيه. أخوك عنده حق يا ولدي، أنت لازم أن تتجوز، العيلة مليانة بنات زي القمر. شاور أنت بس وسيب الباقي عليا. أنا أتجوز من العيلة يا جدي؟ وليه لا؟ يا ولدي محدش هيخاف عليك إلا واحدة من دمك. ياك انت فاكر انك ممكن تدخل علينا واحدة غريبة عن العيلة ونقول لك مبروك كده بالسهل؟ كلام جدك صح، اوعى للحديث وانت ساكت. على عيني وعلى راسي يا جدي لما يون الاوان. ميتة إن شاء الله. يدهم أنت اللي كدك معاهم عيال بيروحوا المدارس. فدي جدك عنده حد؟ ما خليك محضر خير ومعنا يا سيف. إن شاء الله كل شيء بأوانه يا جدي. كل شيء بأوانه. طيب خليك كده لحد ما يجي يوم تلاقيني قريت فتحتك من غير ما اخد رايك ولا حتى تعرف. لا احب على يدك يا جدي الا دي اني هنجي العروسه وبعدين اقول لك يا جدي العروسه هي وتكون من عيله ويكون قريب. عايزين نفرح بيك يا ولدي. برضك في دي جدك عنده حق. ايه سكت يعني؟ انا كنت متصور انك كنت متوقعه حاجه زي دي، خصوصا وان ده نهايه لشيء جميل بدا بينا. سيف بجد انا مبسوطه جدا بطلبك ده، بس ايه اللي بينا؟ مش كفايه ان احنا نتجوز. ليه؟ الحب مش كفايه عشان يعمل جواز ناجح؟ الحب مجرد عنصر من عناصر الجواز الناجح. ايوه بس اهمهم الحب. لا، في حاجات كتيره جدا اهمها الانطباع والفكر وكل حاجه. وكل الحاجات دي ما حسيتيش بيها في الفتره اللي فاتت؟ بصراحه لا يا سيف، ما تزعلش مني. انت عندك حق، انا اللي استعجلت شويه. سيف انا كل اللي طالباه منك مهلة نعرف فيها بعض أكتر. مش يمكن يا سيدي أكون أنا الزوجة اللي أنت مش بتتمناها. طبعا جايز، كل شيء جايز. طب مش هتعزمني بقى على الغدا زي ما اتفقنا؟ لا معلش، خليها مرة تانية، أصل افتكرت إن عندي شغل مهم. تعالي أوصلك. اتفضل. قولي لي بقى، عجبتك مصر؟ حلوة قوي قوي يا ابوي، بس زحمة شوية. لا زحمة كتير، ما هو برضه شوفي عايش فيها كام مليون. بقول لك صحيح، ما تفتكري كده لو كنت عايزة أي حاجة نجيبها قبل ما نرجع، احنا لسه فاضل لنا 3 ساعات ونص على ميعاد الطيارة. لا يا ابوي، كتر خيرك. إيه كتر خيرك دي؟ هو انت مش بنتي برضه يا ندى ولا ايه؟ ده انا نفسي يا حبيبتي اشوفك اسعد عروسه في الدنيا. ايه يا ندى؟ مالك؟ لا ابدا يا ابوي مفيش حاجه، بس البنت اللي قاعده ورانا دي كانت زميلتي في الجامعه وانا كنت سابقاها ب2 سنين. البنت اللي قاعده مع الشاب ده؟ ايوه، وعشان كده مش عايزاها تاخد بالها علشان ما تتحرش يعني. بس يظهر عليها خدت بالها وهي اللي جايه على هنيه. ايه ده؟ ندى عبد الكريم؟ اهلا، ازيك يا شيماء؟ ازيك يا ندى؟ الحمد لله. والدي اهلا يا بنتي. ازيك يا عمرو؟ اهلا بيك. انا ما اعرفش انك جيتي القاهره. معلش اصلها زياره قصيره كده وراجعين النهارده ان شاء الله. ايه ده يعني مش هلحق اقعد معاكي؟ يا خساره، كان نفسي اعرفك على مامي. معلش المره الجايه ان شاء الله. اهي مامي جت اهي. يا مامي ازيك يا سيدي؟ مساء الخير. مساء النور. ندى كانت زميلتي في الجامعه وسابقاني بدفعتين. اهلا، ازيك يا ندى؟ اهلا، زي حضرتك. والدي احمد عبد الدليل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بقول لك ايه يا شيماء، ما تاخدي ندى وتروحوا تقعدوا مع سامح. حضرتك سامح مين؟ ده شاب متقدم لشيماء بنتي، وحبيت ان هي تقعد معايا علشان يعرفوا بعض قبل ما اخد القرار بالموافقه او بالرفض. ندى يهمني قوي اعرف رايك فيه. اروح يا ابوي؟ ايوه يا ندى، اذا كان كده مفيش مانع، اتفضلي. اتفضل يا هاني، اتفضلي. فرصه سعيده يا هاني. اهلا بيك. انا اصلي مش بحب اتدخل في حياه شيماء علشان لما تتخذ القرار يبقى على مسؤوليتها. مش كده احسن برضو؟ آه صح، احسن طبعا، لكن بحدود برضو يعني، بحدود. ما هو القرار لما يكون قرار عائلي يبقى احسن، ولا ايه؟ يعني بس الموافقه الاولى لازم تبقى منها، وبعد كده بقى تيجي الحاجات التانية. هي اللي هتتجوز وهي اللي هتبقى مسؤوله فعلا. ولو ان برضو البنت لسه صغيره يعني، محتاجه اللي يقف جنبها علشان يساعدها في اتخاذ القرار، ولا ايه؟ مظبوط. عارف انا يوم ما اتجوزت وانا تقريبا في سن شيماء بنتي. ياه، معقول؟ وانا فعلا بقول ان يعني شكل حضرتك مش باين انك مامتها. اشكرك. انا اتجوزت زميلي في الكليه، كان هو في بكالوريوس وانا كنت في سنه تانية. صحيح انا كنت صغيره قوي وما اقدرش اتحمل مسؤوليه بيت وعيله، لكن تصور التجربه نجحت وكانت اسعد ايام حياتي. كانت؟ ايوه. والد شيماء اتوفى وهي عندها 10 سنين، وانا من ساعتها بقيت ليها كل حاجه، ام واب واخت وصديقه. وحضرتك ما اتجوزتيش بعد كده؟ الحقيقه لا، انا خلاص خدت نصيبي من الدنيا وعايشه دلوقتي لشغلي وبنتي وبس. مع ان يعني حضرتك لسه صغيره. هو انت عندك عريس ليا ولا ايه؟ لا مش الجز، بس ولو ان يعني حضرتك نجي وبس، وانا متاكد ان 1000 راجل يتمنى. اشكرك، بس أنا بصراحة بقى خلاص اتجوزت الدنيا، فضلت أبقى لوحدي. كل همي دلوقتي إني أطمن على بنتي. ربنا يطمنك عليها يا رب. يا ترى حضرتك بتشتغلي إيه؟ أنا عندي شركة ديكور صغيرة بسلي نفسي فيها، وأنا اللي بفرش شقة شيماء يعني، بس كله هيبقى على ذوقها في الآخر. هو انت مش بتقولي انها لسه ما وافقتش على العريس؟ ولو لازم فرش بيتها يبقى على ذوقها علشان هي اللي هتعيش فيه. مش حضرتك برضه هتعمل كده مع بنتك؟ ايوه ايوه طبعا طبعا. وندى مخطوبه؟ ايوه امال، ما هو احنا نازلين القاهره علشان نشتري لها شويه حاجات لجهازها يعني. 1000 مبروك. والعريس بقى يا ترى قريبكم ولا زميلها؟ لا العريس قريبنا من العيلة. ولو ان انا ما بفضلش جواز القرايب، انما بقى يعني واضح ان الحكاية جت معاها عن حب، صح؟ تقدري تقولي تفاهم اكتر منه حب. يعني هي اللي اختارته؟ كلنا اخترناها معاها. ربنا يوفقها. شكل قوي. ايه يا ندى؟ مش يلا يا ابوي ميعاد الطياره جرب؟ ايوه ايوه يلا يا بنتي. طيب نستأذن يا هانم، احنا حصل لنا الشرف يا علا. حصل لنا الشرف يا علا هانم. انا اللي اتشرفت بمعرفتك يا استاذ احمد. وعلى فكره احنا مقيمين هنا في الاوتيل، يعني ممكن لو جيت مصر وعديت هنا هنتقابل اكيد. ان شاء الله ان شاء الله. ندى ما قلتليش رأيك ايه في سامح؟ كويس، ربنا يوفقك يا رب يا حبيبتي. وانتي كمان مبروك، انا سمعت اخبار حلوه من بابا. الله يبارك فيك. يلا يا بوني. ايوه يلا 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 يا حبيبتي. طيب بالاذن يا علا هاني. ولو اني كنت اتمنى ان انتوا تقضوا اليوم معانا النهارده. والله انا راخر كنت اتمنى، بس لسه هنروح البلد وبعدين هننزل الاقصر عشان نشوف بقيه الولاد. الله صحيح، ما تجيبي العروسه ونشوفكم في الاقصر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بالاذن يا هانم. مع الف سلامه. السلام عليكم. يلا يا ندى يلا. باي يا ندى. ما تعرفش والله يا حاج حالتها بقت ازاي، أنا خايف عليها قوي. شدة وتزول إن شاء الله يا عصمت بيه، اسمع منك ربنا يا رب. استغفر الله. مساء الخير يا عمي. اسمع لي يا اسمك بيه، اخد بنتي في كلمة ياي. اتفضل اتفضلي. اتفضل يا عم. دلوك يا بنتي، لما حد يسيب عندك امانه يرجع ياخدها تزعلي مني؟ لا يا عم. ولما ربنا اللي خلقنا وجعلنا امانه ياخدها وقت ما هو عايز، تعترضي على حكمه؟ ابدا يا عم. انا خابر يا بنتي ان الفراق صعب، خصوصا لما يكون فراق الضمع ألمه يبقى واعر قوي. خابر، بس لازم نثبت إننا مؤمنين بإرادة ربنا وما نعترضش عليها. عيطي عيطي يا بنتي لو كان يريحك، بس لازم تعرفي إن ولدك دلوك في دار الحق، ترك دار الباطل اللي احنا عايشين فيها. مش قادرة أصدق يا عمي إن أنا مش هشوفه تاني. كنت عايشة على حلم، حلم إن أنا أشوف ابني وأضمه. الحلم ده راح، راح يا عمي، راح. مين قالك ده؟ لا هنتقابل، بس احنا اللي هنروح له. اسمع يا نهى، على قد ما تقدر يا بنتي اقري قرآن، وعلى قد ما تقدري زكي على روحها. حاضر يا عمي حاضر. استغفر الله العظيم. المرة الجاية إن شاء الله عايز أشوفك نهى اللي أنا خبيرها زين، عارف إنه صعب، لكن كل شيء بيتولد صغير وبعدين بيكبر، إلا الحزن بيتولد كبير وبعدين بيصغر. قوم يا بنتي، قوم اقعدي مع أبوك وأمك، أكتر ناس حاسين باللي بيكي. قومي. حاضر يا عم، عن إذنك. ربنا يصبرك يا بنتي. انا النهارده عندي شغل كتير قوي قوي. يعني هتتاخري يا حبيبتي؟ مش عارفه، بس ان شاء الله اوصل قبل ما انت تيجي. صباح الخير. صباح الخير يا ماما. انت كويس؟ تمام. صباح الخير بابا. صباح الخير يا زوزو. اخبارك ايه يا احلى ام في الدنيا؟ يبقى شكلك كده عايزه تقولي حاجه. انتي على طول فهماني كده؟ يا ترى دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ والله مش عارفة بالظبط، استنى يا بابي ما تتوهنيش. بصي بقى يا ست الكل، أنا عايزاكي تتعطفي عليا وتشرفيني وتنوري البرنامج بتاعي. لا 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 اطلبي مني أي حاجة غير البرامج دي. ليه بس كده يا مامي؟ كلمها والنبي يا بابي. أيوه اقنعي بقى باباكي إن هو اللي يطلع معاكي في البرنامج. طبعًا هستضيفه، بس اليومين دول أنا عاملة الحلقات للمهندسين بس. انتي مش شفتي المهندس اللي طلع معايا الحلقه اللي فاتت؟ اه شفته. امال مش موافقه ليه بس يا ماما؟ كلمها يا بابي قول لها. صحيح، ليه لا يا نهى؟ جرى ايه بقى؟ حتى انت شريف. وفيها ايه يا حبيبتي؟ ما تروحي مع بنتك. خلاص يا ستي هاجي معاكي، ده عشان خاطرك انتي بس، عشان خاطر بابي. ربنا يخليكي ليا يا رب. همشي انا بقى عشان ما اتاخرش. خلي بالك على نفسك. حاضر. انجي. ايوه يا بابي. مش ناوية يا حبيبتي تروحي تزوري جدتك وتطمني على صحتها؟ جدتي؟ اه طبعا هزورها اكيد. انا عارف انك ما بتنسجميش معاها، بس دي جدتك برضه، وبعدين دي امي. حاضر يا بابي، هخلص شغل واطلع اعدي عليها. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. ولا منك يا حبيبي. باي باي. مع السلامة. سيف، طلبك دي كان مفاجأة بالنسبة لي، بس يا رب تكون مفاجأة صادقة. طبعا صار يا سيف، بس أرجوك اديني فرصة أفكر. بذمتك وحياة غلاوة جلدك عندك مش ده اللي ضرب بالظبط؟ والله يا ابني زي ما يكون كنت قاعد معاه. يا ابني الكلام ده بقى موضة قديمة خلاص من ايام الافلام الابيض واسود. يا ابني ده حاجة الجواز ده عمر هنعيشه سوا. طب انت بتحبها؟ طبعا. وهي بتحبك؟ اكيد. طب بقول لك ايه؟ اخطفوا البت دي وخدها على جزيرة لوحديكم بعيد عن عيون الناس. اهو انت كده الواحد ما ياخدش منك لحج ولا باطل. يا ابني انا بتكلم بجد، هو الواحد بيقابل كام مرة حب حقيقي في حياته؟ انت بالذات ما تتكلمش عن الحب. الحب ده سيبه للناس اللي تحس بيه. وانا لا ليه يا عم انت؟ ليه؟ انا ما عنديش قلب. طب انت عارف يا سيف، والله العظيم وحياة غلاوتك عندي يا شيخ، يعني نفسي اقابل واحدة بجد احبها وتحبني واقول لها بحبك من قلبي. نفسي اصدقك ولو مرة واحدة في حياتي. اسمع كلامي يا سيف يا اخوي، البنت دي لو بتحبك وبتحبك بجد امسك فيها بايديك واسنانك، بس هي تعرفك بجد. يعني اهو ده الخوف. ليه بقى؟ ان شاء الله لانها لو عرفتك بجد عمرها ما هتبص في وشك. والله ما انا سايب. اهلا وسهلا يا عيسى ميسر، شرفنا. اهلا بيك. وحضرتك بقى بتشتغل مذيع في التلفزيون؟ ايه ده، انت ما قريتيش اسمي على اي تتر برنامج قبل كده؟ فكري رشوان. لا والله في الحقيقه ما حصليش الشرف. ايه يا فكري، انت مش هتعزمنا على حاجه ولا ايه؟ اه طبعا انت تأمري. جرسون، تحت امرك يا فندم. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ اللي انت تختاره. والانسه؟ اي حاجه. 3 عصير برتقال. تحت امرك. والانسه ميسه بقى بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في شركه بابايا، شركه للسياحه. هايل، بس متهيألي بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت في امريكا ودول العالم يعني السياحه ما بقتش قد كده اليومين دول، ولا ايه؟ مظبوط صح. إيه ما قلتليش اخبار الفيلا ايه؟ الفيلا؟ اه الفيلا الحمد لله الحمد لله. اصل فكري اتعرضت الفيلا بتاعتهم لحريقه فظيعه، بس الحمد لله لحقوها. والله؟ طب الحمد لله. وفيلتك بقى دي فين؟ فيلا؟ في المعادي. ها يعني عجبتك؟ عجبتني قوي قوي يا ست انجي. ولا الحلقه يا اختي اللي كان الراجل فيها ماسك وعمال يقطع في عياله يا اختي، صعب وعليا. فعلا كانت حلقه صعبه قوي. سيبك انتي، بس انتي كنتي قمر يا اختي على الشاشه. سيبك انتي. زي ايه يا ام مصطفى؟ احنا هنقعد نرغي ولا ايه؟ ايه يا ست نوال، روح شوفي اللي وراكي. يعني بلاش ارحب بيها يا ست نوال. يلا شوفي اللي وراكي. بعد اذنك يا ست انجي. اتفضلي. ازيك يا بنت نهله؟ ايه بنت نهله دي يا تيتا؟ هو انا مش بنت شريف ابنك برضه ولا ايه؟ الله، ومالك زعلتش قوي كده ليه؟ لا ابدا ما زعلتش ولا حاجه. طب اشربي العصير. حاضر. انت خبره بحبك من ميتة ولا لا؟ أنا مش مصدق نفسي إن إحنا خلاص هنتجوز. وأنا كمان مش مصدقة نفسي إن إحنا هنتجوز. من قلبك يا دكتورة؟ من قلبي. يا بوي يا بوي. خبر إيه يا جدتي؟ جرعتيني. جرعتك؟ كنت بتقول لها إيه؟ وقالت لك إيه؟ يعني هكون بقول لها إيه؟ كنت بتحدث وياها، خطيبتي يا جدتي. خطيبتك؟ طب غور من وشي وما تعتبش الدردي الا ومعاك امك. لا مش من قلبك يا جدتي. مش من قلبي؟ طب يلا قدامي. طب اقول لك. ما تقولش حاجه يا جدتي. ما تقولش حاجه، ما تجيش الدار الا معاك امك. يلا يا ولد. نفس السلاح اللي قتل ابويا الغريب، يعني المطاريد هم اللي قتلوه. ايوه محي، ابعت لي الحرز بتاع القضيه اللي بعتها لي دلوقتي وبسرعه بسرعه قوي. مع السلامه. انا هيثم يهمني، بس انا بحسه انه اخويا مش اكتر من كده، عشان كده كان لازم اصدمه عشان يفوق. ما تزعليش مني يا ميسة، انتي بنت وتحسي مشاعري دي قوي. عموما لما يتصدم في البدايه احسن لما يصدق الكدبه. قوليلي بقى انتي ايه اللي مش عاجبك في فكري؟ بصي بقى يا انجي كده ومن غير زعل، هو كله كده على بعضه مش عاجبني، وبعدين انا في حاجه جوايا مخلياني مش حاسه بيه، وحاسه ان هو بيمثل عليكي. حرام عليكي يا ميسة، ده انسان كويس قوي وبيحبني. انجي هو قالك ان هو بيحبك؟ قصدك ايه؟ لا انا ما اقصدش حاجه، بس عموما الايام هتثبت لك كل حاجه. ولو عايزه نصيحتي يا انجي بجد ما تتسرعيش معاه في اي خطوه ايجابيه في علاقتكم مع بعض. كلامك ده بيخوفني يا ميسة، انا مش عارفه انت ليه احساسك تجاهه بالشكل ده. في مثل زمان كانت جدتي الله يرحمها كانت بتقوله، حرص ولا تخون، وانا مش طالبه منك غير بس انك تكوني حريصه وانك تخلي بالك من نفسك يا انجي، وده الطبيعي. ومع الايام بقى تثبت لك اذا كان هو كويس ولا لا. ما كانش ليه لازمه واصل تتعبي روحك وتاجي لحد هنا. هتعب لعزي منيك يا حجه. حسب ايه يما؟ وجع في راسي ما يبطلش. لازم نشيع للدكتوره ندى عشان تاجي تشوفك وتطمنا عليكي. اللي تشوفيه يا بنتي. اني حنادم على جابر يشيع لها حد من الغفر. اتفضلي حجي. تسلم يدك يا بنتي. ايه يا حجه؟ عجزت ولا ايه؟ هناخده زماننا وزمان غيرنا. اهي ايام يا حجه بدريه بنقضيها وهتخلص. بعد الشر عليكي ياما، ما تقوليش كده واصل. مش هي دي سنه الحياه يا بنتي، ويعني انا حاجه اغلى من اللي راحوا. ما تفضيها سيره يا ام العمده، ولا عايزه تعرفي غلاوتك عندينا؟ جابر هيروح للشيخ عبد الجليل، وهو راجع هيجيبها معاه لهنا. هو ده اللي حصل، وانا قلت اجي اخد مشورتك قبل ما نعملوا اي حاجه. تعيش يا ولدي. شوف يا عمده، انا معاك في اي حاجه تعملها لمصلحه النجاح. لو كان المشروع اللي انت ناوي عليه ده في صالح الناس، اتكل على الله ونفذ جوامه. ما قلت ليش كيف حال امك دلوقتي؟ والله لسه هبعث يا عم، وانا جاي اخد الدكتوره ندى عشان تكشف عليها وتطمن. ديلنا الدكتوره ندى يا بنتي. حاضر. خير يا جدي. ازيك يا خالي؟ لا مؤاخذه ما خدتش بالي. يا اهلا وسهلا، ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله. جدتك بعافيه شويه، روحي مع خالك اعمل اللازم وطمنين عليها. حاضر يا جدي، دقيقه واحده وراجعه. اتفضل. ما انت زي الفل اهو، امال جلجانه عليكي ليه؟ جدتك مالها يا بنتي؟ بخير يما والحمد لله، هي بس ضغطها عالي شويه ومحتاجه تمشي شويه على علاج الضغط، وبعد كده هنشوف لك عريس يا بطه علشان تخفي وتبقي زي الفل. اختش يا بنت. هات اسم الدواء عشان نشيعه ونجيبوه بالمركز. اتفضلي يا مدخل. جدتك زينه صح يا بنتي؟ زي الفل والله يما، ما تقلقيش عليها انتي بس. ها يا بطه، عايزه عريسك يبقى شكله ايه؟ مالك يا مامي قلقانه كده ليه؟ انا مش عايزاكي تقلقي من اي حاجه، معاكي مذيعه جامده جدا. انا واثقه من كده. اهلا وسهلا يا فنانة. اهلا وسهلا. فكري رشوان المخرج. اهلا اهلا. ايه الاخبار؟ جاهزين؟ جاهزين. طب اتفضلوا. اتفضل. يلا يا ماما. يلا حبيبتي. يا سيف، انت من اكفأ الظباط اللي تم اختيارهم للمهمه دي، ارجو ان هي تكلل بالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. عايزك تكون جاهز انت ورجالتك لمهاجمه الجبل. الملف اللي انا اديتهولك فيه كل المعلومات اللي احنا قدرنا نحصل عليها، لكن شويه تكثيف اكتر للمعلومات من ناحيتك. الخطه دي احتمال الفشل فيها 1% فقط. ان شاء الله هنقوم بالمهمه على اكمل وجه. اتمنى ذلك. ربنا معاك. ان شاء الله هنوضع خطه وهننفذها، وهنقبض على كل المطاريد اللي في الجبل، ده امل حياتي من زمان. موفق يا سيف. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. 1 2 3 ايه الاخبار كده؟ اوكي كده يا استاذ ايمن؟ تمام؟ اوكي. منورانا يا مدام نغلة. ميرسي ميرسي قوي قوي. جاهزه يا انجي؟ جاهزه. خلاص يا جماعه، ستاند باي. اوكي يا ايمن. اوكي اتفضل. أبلة سعيدة، أبلة سعيدة. نايمة. سعيدة. صباح الخير. صباح النور. يلا بقى عشان تاكليلك لقمه، عشان انتي على لحم بطنك. اه حبيبتي ماليش نفس. عشان خاطري. ماليش نفس. عشان حياتك عندي. عشان خاطري، عشان خاطري. لقمه صغيره بس. طيب اتعدي معايا بس لقمه صغيره وخلاص. حاضر. تمام؟ حاضر. يلا. حاضر. يلا يا قمر. واحنا بناكل كمان هنتفرج على التلفزيون، وهنلاقي فيه حاجات حلوه قوي. كلي بقى، كلي عشان خاطري. فتحنا التلفزيون اهو بنتفرج. يلا يا حبيبتي كلي كلي يا ماما. نهلة السلموني حاصلة على دكتوراه في الهندسة المعمارية بدرجة امتياز مع مكتبة الشرف. أنا عايزة أقول لحضرتك إن دي حاجة مشرفة جدا. اسمحي لي بقى. يلا يلا. البداية كانت إزاي؟ ويا ترى مالك يا أبلة سعيدة؟ النجاح ده ولا كذا من جواك؟ إيه يا أبلة سعيدة؟ ساعديني. اهدي بس، في إيه؟ ساعديني. أساعدك في إيه؟ ساعديني اقوم البس. تقومي تلبسي تروحي فين؟ لبسيني يا بنتي. ما البسك تروحي فين يا ابله سعيده؟ انت مش قادره تدوسي على رجلك يا ابله سعيده. لبسيني، لازم اوصل مشوار مهم. مش هينفع يا ابله سعيده. لازم يا حبيبتي عشان خاطري يا ابله سعيده. اهدي بس، اهدي بس، اهدي بس. البرنامج كان حلو فعلا يا عمي. انا هكلم انجي واقول لها ان هي مذيعه شاطره جدا. طب بدل ما تكلمها بقى، ما تيجي تقعد معانا شويه؟ بصراحه بقى احنا قلقانين عليك، يعني مش عاجبنا قعدتك لوحدك الفتره دي كلها. يا ابني انا ربنا ما يحرمنيش منكم. انا عارف شعوركم ومقدره كويس قوي، بس اقول لك ايه، انا مرتاح كده. بكره لما هتكبر وتوصل لسني هتحس انك مفيش حاجه جديده، عشت كل حاجه ولفيت وسافرت، مفيش حاجه جديده هتشوفها تاني. يعني انا عايز اعيش هنا، مش اكتر من الذكريات. مش فاضل لي في الدنيا غير الذكريات اللي باقيه لي، وانا عايش في البيت ده وذكرياتي مع الولاد الرئيفة. انا ما اقدرش ابعد عن هنا، وهعيش هنا واموت هنا. ربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا عمي. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، أنا فاهم ومقدر كل اللي حضرتك بتقوله، بس على الأقل تيجي تزورنا يومين في الأسبوع، وبكده مش هناخدك من ذكرياتك ولا إيه؟ قول لي أخبارك إيه في لعب الطاولة؟ يعني مش قوي، مش حريف يعني. طب تعالى نلعب 10 طاولة. ايه يا عمي؟ مالك؟ انت رحت مني فين؟ لا يا ابني، اصل افتكرت رئيفة. كنا دايما نلعب طاولة مع بعض، وكانت دايما تقول لي لا يا عم انا مش هلعب معاك، انت دايما بتخدمني. تعيش وتفتكر يا عمي. طب انا مش عايزك تقعد تفتكر بقى الحاجات اللي بتضايقك دي، قول لي فين بقى الطاوله عشان اقوم اجيبها. مش عارف. زينب هي اللي عارفه مكانها. ومهاتها حبيبي. طيب بعد اذنك يا عم. اتفضل. انا غلطت في حق الست دي غلطه كبيره قوي، وعايزاكي تروحي لها الشركه اللي قالت عليها في البرنامج. حاضر يا ابله سعيده، بس هروح لها ازاي وهجيب عنوانها منين وهقول لها ايه؟ اتصرفي يا عطيات، قولي لها ان ابنها عايش. انا ام وعارفه يعني ايه ام تتحرم من ضناها، خصوصا بعد عيالي ما سابوني وكبروا. الله يخليكي يا عطيات. والنبي يا ابله سعيده ما تعملي في نفسك كده، يعني هو انا مش زي بنتك ولا ايه؟ زي بنتي واكتر يا حبيبتي، ما تتصوريش انا بحبك قد ايه. بس اوعي ما تروحي لهاش، دي وصيتي ليكي يا عطيات. هروح لها ما تقلقيش يا ابله، هروح لها. ريحتي قلبي، الله يريح قلبك. انا كنت فاكره ان التصوير ده حاجه سهله، مذيع وضيف يقولوا كلمتين وكان الله بالسر عليهم، لقيته حاجه صعبه موت. عشان تعرفوا بقى احنا بنتعب قد ايه. على فكره انا اتفرجت على البرنامج مع عمي فوزي. والله بجد؟ اخباره ايه؟ خير الحمد لله، بعت لكم السلام. الله يسلمك. بس ما قلتليش بقى يا سي بابي، ايه رايك في البرنامج؟ عايزاني اقول لك ايه يعني؟ برنامج في التلفزيون اللي بتقدمه بنتي والضيفه اللي فيه مراتي روح قلبي، يبقى احلى برنامج في الدنيا طبعا. يا رايقه الف ليله وليله. ده مين بقى اللي مامته ده عياله ده؟ لا ابدا، دي واحده زميلتي في التلفزيون، هبقى اكلمها لما اخلص. ما قلتليش يا شريف. نعم يا حبيبتي. اخبار بابي ايه؟ بخير الحمد لله. هو لسه برضه مش عايز يجي يعيش معانا؟ لا يا حبيبتي والله انا فتحته في الموضوع بس هو مصر، بس وعدني انه هيجي يقعد معانا يومين في الاسبوع. يا ريت يا ريت يا شريف. الو، أنا آسفة إني قفلت عليك. اسكت، ده أنا دمي نشف لما اتصلت وبابي ومامي قاعدين، ما كنتش عارفة أقول لهم مين اللي بيتكلم. أصلي بصراحة مش متعودة أكدب عليهم ولا أخبي عليهم حاجة، علشان كده بقى أنا لازم أعرفك بيهم وتقول لهم إنك بتحبني وعايز تتجوزني. وفاء، كنت رايح على فين يا وفاء؟ اخص عليك يا وفاء، اخص عليك يا بنتي. بقى دي المكافأة اللي بتديها لابوكي اللي رباكي وعلمك وما حرمكيش من حاجة؟ سامحني يا بابا، ما لقيتش قدامي حل غير ده. ويا ترى بقى زميلك أيمن موافق على انك تهربي من دار اهلك زي الحراميه كده؟ لا يا بابا لا، ايمن ما رضيش اني اهرب معاه، ده انا كنت رايحه اقعد يعني عند صاحبتي ايمان كام يوم لغايه لما اعصابي تهدى وايه؟ تحطينا قدام الامر الواقع عشان نرضى على جوازكم. لا يا وفاء، انت فاهمه غلط يا بنتي. البنت عشان تتجوز لازم تخرج من دار اهلها معززه مكرمه، وده يديها قيمه بين اهل جوزها، مش تهربي كده. اعمل ايه يا بابا؟ ما هي ماما رافضه الموضوع ومش موافقه على جوازي من ايمن. يا بنتي انت لو متمسكه بيه انا حاجه في جنبك. طب وحكايه الاستاذ حسن جارنا ده؟ حتى لو ما اتجوزتيش ايمن انا مش هجوزك لحسان، انا مش هبيع بنتي على اخر الزمن. بجد يا بابا؟ طبعا بجد. يلا خش اوضتك يا بنتي، خش اوضتك واوعي تفكري في الموضوع ده تاني. حاضر يا بابا. وفاء. نعم يا بابا. لازم تعرفي ان انا زعلان